اللاعبون الأوكرانيون هم من أفضل لاعبي الكيك بوكسينغ في العالم، ونال نجم الملاكمة فيتالي كليتشكو في وقته أعلى ألقاب في بطولة العالم بمختلف أنواع هذه الرياضة. ولم ينخفض بعده أيضاً عدد أبطال الكيك بوكسينغ الأوكرانيين الحاصلين على الألقاب المعروفين والمرغوبين والحائزين على شعبية كبيرة خارج أوكرانيا. وابن كييف يفهين شيفشينكو بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية وواحد من ألمع ممثلي هذه الرياضات. هو لامع ومحبوب وحكيم وحذر وعنيد ومحب للمنزل، وهو بطل حلقة اليوم من عالم الرياضة. برجك الحمل. لون عينيك عسلي. وقت السنة المفضل الصيف. الشراب المفضل الكولا، أحبها. الأكلة المفضلة يروق لي المطبخ التايلاندي الحار. أحضر بنفسي. أحضر البورش. كتابك المفضل آخر ما قرأته جميع أجزاء شارلوك هولمز. المكان المفضل المنزل، ربما لأنني قضيت القليل من الوقت أخيرا في أوكرانيا. لقد قدمت مرتين خلال العام، وأقولها بصراحة اشتقت جدا. يعيش يفهين شيفشينكو ويتمرن ويعمل في السنوات الأخيرة في الخارج. حسن في البداية مهاراته في هولندا، حيث للكيك بوكسينغ وللملاكمة التايلاندية شعبية كبيرة، ومن بعدها انتقل إلى إسبانيا ويعيش حاليا في برشلونة، ويغمره الشوق للبيت والشتاء والأعياد الأسرية. عندما أكون في الخارج أتذكر كيف كنا نجتمع مع الأسرة، مع أمي وجدتي والجميع. هذا ما لا يمكنني أن أرتوي منه، لذا كانت عودتي إلى المنزل مغبطة جداً. كنت آتي لأشاركهم بعيد رأس السنة، رغم أن الأصدقاء يدعوني للاحتفال معهم وهذا رائع، ولكنني أتوق للبقاء في البيت في جو العائلي. يتذكر الملاكم الأوكراني في برشلونة الدافئة، حيث من النادر أن تنخفض الحرارة تحت 10 درجات زائدة في الشتاء. سهرات عيد رأس السنة والميلاد وهما أحب الأعياد إلي. أجل يعجبني عيد الميلاد بسبب اجتماعنا مع العائلة، يأتي الجميع ونقضي هذا الوقت سويا. عيد ميلادي جيد أيضا حتى لحظة معينة ما دامت الساعة تدق، أما بعدها فلا تريد الاحتفال بعيد الميلاد. أنا لم أشعر به لأنني كنت بعيدا دائما عن المنزل. والدته ليست فقط أقرب الناس لحياته، بل هي الأمل والداعمة والناصح. وخلال عيد رأس السنة تيد ماروز أيضا. لقد فتحوا لي عيني في وقت مبكر على ذلك، وفهمت أنه لا وجود لسانتا كلوز، لذا كنت أطلب من والدتي الهدية، وكانت والدتي هي نسختي الخاصة من سانتا كلوز. وحتى الآن تحاول القيام بمثل هذه المفاجآت، وأنا أماشيها وأسألها هل حقا جاء ومتى جاء. افترق والدي فيهم منذ وقت طويل، لذا لتعويض الاهتمام الرجلي سجلوا بطل العالم المقبل في مجموعة الكيك بوكسينغ. يوجد في البيئة الدفء، حيث والدته وجدته الفطائر والحلوى والاهتمام، ولكن الطبع الرجلي شحذته الصالة الرياضية عند جينيا منذ 6 من عمره. أعتقد أنني تقدمت من أمي وقلت لها أريد شيئا، فقالت ماذا تريد؟ لست أدري شيئا ما، وأذكر أنها أخذت بيدي وذهبنا وسألتني هل يعجبك؟ يعجبني، وقلت سأبقى هنا. ورغم صغر سني لم أغير الكثير من أنواع الرياضة هناك، لعبت كرة القدم والسلة، ثم وصلت إلى رياضتي وبقيت عليها. ربح جينيا أولى منافساته في سن 8 في الوزن الهوائي، هكذا قدر الرياضي نفسه ممازحا، وهو لم يعرف الخسارة على الحلبة لوقت طويل. أول خسارة يمنى بها على يد صاحب اللقب من القرم ماكسيم كالباك. كانت مزاولتي ناجحة جدا مع الناشئين من الصغار، وأول خسارة تكبدتها كانت مع الكبار. حتى قمنا بتعداد الخسارات وتبين أنني لم أخسر ولا مرة على مدى 8 أو 9 سنوات، ولكن في المباريات الأولى خلال بطولة أوكرانيا والتصفية لبطولة العالم خسرت أمام بطل العالم، ولكن عدنا والتقينا مرة أخرى وتغلبت عليه. خسارة يفهين المرة الأولى في حياته لم تؤدي إلى انتهاء العالم، ولم تقلل من رغبته في الذهاب قدما، بل على العكس صار لديه حافز للعمل أكثر ولبذل مجهود أكبر. لقد كنت مستعدا نوعا ما لذلك، ولم تحطمني هذه الخسارة. ليس لأنني لم أخسر 9 سنوات، كنت أفهم بوضوح أن هذه لعبة أخرى، وكنت مستعدا معنويا لهذا الحدث.
حتى لم أتأسف جدا على خسارتي أمام بطل العالم، بل على العكس أدى ذلك إلى غضبي وتمرسي، وهذه كانت مرحلة جديدة ولعبة أخرى. بالمناسبة يعود يفهين شفتشنكو منافساته التي اختلف فيها الحكام وأعطوا الفوز لمنافسيه أفضل منافساته وأجملها على الإطلاق. ففي الكيك بوكسينج كما في الرياضات الأخرى توجد حالات عندما لا يفوز فيها الأقوى دائما. كانت منافسات ممتازة بالفعل، كانت فيها ضربات قاضية وسالت فيها الدماء، كانت مشوقة بالفعل، وليس أنا من يحكم على ذلك. شعرت بنفسي منتصرا، وقال لي الكثيرون أنني الرابح، ولكن منافساتي كلها لم تكن على أرضي، لم تسنح لي الفرصة أن أنازل على حلبة في وطني حيث يمكن أن أنال التشجيع. كنت دائما أقبل التحدي، حتى ولو في الصين أطير أنازل الصينيين، وإلى ألمانيا أنازل الألمان، اعتدت على ذلك. يتميز يفهين شفتشنكو على الحلبة ليس بنزلاته المشوقة فقط، وبرسومه أيضا التي تجذب الأنظار، وهو يحملها ليس لأن رسمها يعجبه، بل لأنها تحكي تاريخ حياته على مدى 7 سنوات، ولكل وشم قصته وصفحته الخاصة. أحب الحرية، فالذئاب أحرار بطبيعتهم، لا يطيعون ولا يخضعون لأحد، هم في حالهم. النسر هو النصر، أما الإسبرطي فهو مفهوم لا داعي لتفسيره. الساعة التي ترمز إلى الوقت كأغلى عملة في الزمن الحالي، والذي لا يمكن لا شراؤه ولا بيعه. بدأت قصته مع الوشم من روضة الأطفال، فوالده سائق شاحنة على الخط الدولي، ولقد جلب معه بعد إحدى المهمات علكة ومعها رسوم تطبع على الجسم، فكانت هي الرسوم الأولى على جسد جينيا الصغير. أذكر تلك القصة، استيقظت في الصباح وطبعت جميع الصور على جسمي في الخفاء دون أن ترى أمي ذلك. ارتديت القميص واصطحبوني إلى حضانة الأطفال، ولسوء الحظ كان عندنا في الحضانة فحص طبي، قالوا انزع ثيابك. نزعت ثيابي، راحوا يتذمرون، يا إلهي ما هذا، هل عرف أهلك بك؟ بالطبع جاءت أمي لأخذي، فقالوا لها هل رأيت ما فعل ابنك؟ قالت لا، دعتني وأخذت قميصي. كان رد فعل الوالدة متوقع جدا، التي أمرته بغسلها ونسيانها كحلم مرعب. جئنا إلى البيت، حضر الحوض والليفة، راحت والدتي تفركني بهذه الليفة، صار ساعدي أحمراني وأنا أبكي، وهي تقول لي هل يعجبك هذا؟ فقلت لها عندما سأكبر سأضع الوشوم مهما حصل. فقالت لي هل ستجن؟ أنا أسألها اليوم كيف، هل جننت؟ لم يجن الابن، ولكنه كما وعد في صغره أصبح يحملها اليوم، حتى أن الوالدة أعجبت بها. وضعت وشما واحدا، فقالت أمي يكفي، أليس كذلك؟ قالت أجل أجل، ولكنني حمل. أذكر في إحدى المرات بعد قدومي من إسبانيا كنت مستلقيا في البيت، أخذ أحدهم من خلفي ساعدي وبدأ بلويها، نظرت خلفي رأيت أمي، قالت مثير جدا مشاهدة كل هذا. ثم بدأنا بتصفح الصور في الألبوم، وقالت انظر في الصغر بلا وشوم، إنك مضحك، إنها تساندني دائما. لم تمر الأمور بلا مساندة يفهين حتى في الدراسة، كان ذكيا في المدرسة، بدأ دراسته مع نظام التقدير الخماسي وأنهى مع نظام التقدير الـ12. كان طالبا جيدا، يشكر أساتذته الذين لم يطالبوه بمعرفة عالية جدا لجميع المواد، وخصوصا مسؤولة الصف نيجنيك تيتيان يوريفنا، ويذكرها كمعلمة حكيمة ومهنية عالية الاحتراف. دعمتني بمختلف الطرق المتاحة، كانت مدرسة للرياضيات وكنت في الصف 10 أو 11. قالت لي جينيا يجب على كل شخص أن يمارس عمله، أنا أحترف عملي وأنت محترف، أنت لست بحاجة للرياضيات. لها شكري الجزيل لأنها آمنت بي وأعطتني إمكانية التطور في توجهي الذي أحبه، ولم تضايقني بالرياضيات. بالإضافة إلى احتراف يفهين شفتشنكو للكيك بوكسينج، تظهر في حياته المهنية الملاكمة التايلندية. الفرق في الواقع ليس كبير، تضاف بعض الضربات بالركب والمرافق، ولقد حقق في مويتاي نجاحات كبيرة جدا ونال لقب بطل العالم، وساعده الحظ في حضور مباريات في موطن هذا النوع من القتال الأعزل في تايلاند، وفهم هناك كم يختلف الأصل عن الملاكمة التايلندية الموجودة خارج هذا البلد الأسطوري. هناك كل شيء حقيقي للاهتمام، والملاكمين والرقص التقصي فيكرو، ولكن يفهين لم يرقصه أبدا.
حتى عندما اشتركت في منافسة الملاكمة التايلاندية لم أرقص، فقد يخرج الملاكم أحياناً ويرقص لمدة 10 أو ربع ساعة، بعدها يتلقى ضربة على الرأس ثانية فقط ويتلقى الضربة القاضية. لقد رقص على الحلبة أكثر مما قاتل. أما بالنسبة لي فأذكر وكأنه اليوم، كنت صغيراً وكان شيئاً مخجلاً لي أن أخرج وأرقص لأضرب بعدها على رأسي وينتهي كل شيء. يشكر يفهين القدر على اختياره الرياضة في حياته، ويشكر والدته التي لم تقنعه بالعدول عنها بل ساندت. أقول: هل توقعت الحصول على مثل هذه النتيجة؟ قالت: بصراحة ظننت أنك ستزاول أسبوعاً أو أسبوعين وتترك، لم أتصور أن يتطور هذا عندك هكذا. أنا ممتن لتوقف الاختيار على الكيك بوكسينج، حيث يوجد لها تكملة ويمكن لهذه الهواية أن تتطور. كان طريق الانتقال من الهواة إلى المحترفين مهيئاً عند يفهين، حيث أن لقبي بطل العالم بالكيك بوكسينج وبطل العالم بالملاكمة التايلاندية لم ينحه إلا الشهرة. إذا تحولت رياضة الهواء بسرعة للاحتراف ولحسن الحظ، ينظر الكيك بوكسينج في مثل هذه الإمكانية. لا يوجد مثلاً كاراتيه أو أيكيدو احترافي. يبدو لي أن الشاب يمكن أن يفوز في سن 17 أو 18 ببطولة العالم أو أوروبا، ولكن هذه رياضة غير أولمبية. بعدها يفتقد للدافع. يمكن تحقيق في عمر 17 سنة كل شيء في هذه الرياضة. يتخطون بالفعل في سن مبكر هذه البطولات، وبعدها يبدأ العمل والأسرة والبيت. أما في الكيك بوكسينج فتوجد إمكانية للتطور اللاحق. مع انتقال يفهين إلى الاحتراف توجب عليه تغيير مكان إقامته. عاش في البداية في مدينة زندان في هولندا، وكان عليه اتخاذ قرار السفر خلال يوم واحد. من الصعب اتخاذ مثل هذه القرارات في سن 18، ولكنه وضع أمه أمام الأمر الواقع. انتهينا، سأدرس بالمراسلة وسأسافر. إلى أين؟ قلت: إلى هولندا. ولكن كيف؟ إلا أنها آزرتني علاقتي مع والدي علاقة دافئة جداً وحميمة. أتحدث معها عن كل شيء وتعلم أنه لا مجال لمعاندتي، لذا تساندني، ربما لأنني حمل. ومهما كان سأفعل ما أريد، أرادت هي ذلك أو لم ترد، فأنا عنيد. ربت رياضة الكيك بوكسينج عند يفهين انضباطاً شديداً، وتميز بهذا منذ كان في أوكرانيا. وإن وجد عند زملائه في صفوف المدرسة العليا الكثير من الإغراءات للذهاب إلى مكان ما أو ممارسة أشياء كثيرة، فعنده بعد المدرسة وجد طريقاً وحيداً إلى صالة التمرينات. كان يعي حاجته إلى ذلك، لذا كان على استعداد للتضحية بوقته الخاص. احتاج لهذا الانضباط في الخارج وتحديداً في هولندا. فهمت المسؤولية فور وصولي إلى هناك، وكان الانضباط شديداً. كان مدربي في هولندا في فترة تجريبية، فإن تأخرت أرحل إلى البيت. إذا أصابني وجع أرحل إلى البيت. إن تأخرت في النوم أيضاً أرحل إلى البيت. أي شيء سلبي أقوم به أو أي تهرب يعيدني إلى البيت. الخوف وحده لا يمكن من الصمود أمام هذه الشروط، ما دفع يفهين في الأيام الأولى لإيجاد الحافز لوجوده في الخارج من أجل أن يتابع طريقه نحو الاحتراف. كان عليه أن يكون منازلاً منضبطاً. كانت المرحلة الأولى من الفترة التجريبية، فلنقل اختباراً ذاتياً على هذه السلبيات. كنت أستيقظ فعلاً في 6 في حين أن تدريباتي تبدأ في 8. كنت مرعوباً وخائفاً بالفعل من تفويت أي شيء، فيقولون لي: اجمع يا جيني أمتعتك وعد إلى البيت. كان على يفهين بعد انتهاء الفترة التجريبية اجتياز تصفية قاسية، وكان هناك بالفعل الكثير من الرياضيين الممتازين وأفضلهم كان معدوداً. هناك منافسة كبيرة في رياضتنا. نزلت في وزن 70 كيلوغرام، وهو أكثر الأوزان رواجاً، وجعلوني أفهم بوضوح أنه إذا كنت لا تريد ذلك، هناك خلف ظهرك عشرات الأشخاص المستعدين لشغل مكانك. لذا توجب علي العمل أكثر، وصرت أستيقظ في 5. يحاول الملاكم يفهين عدم استخدام خبرته خارج الحلبة، وهي فلسفة وضعها فيه مدربه الأول نيكولا بيتشيريتسا، وبقيت في ذاكرة الرياضي. لا داعي للعنف، كن حكيماً، كن أعلى. قالوا لي: لا داعي لذلك، هذه الرياضة والرياضة تبقى رياضة والشارع شارعاً. لذا تركت ذلك، وحتى الآن بعد أن خضت 33 نزالاً احترافياً ما زال الحديث يدور أحياناً عن ذلك. أنا فوراً أبتعد، حيث يجب أن أكون أعلى من هذا.
разговоры. Я просто... ولا يجب علي أن أبرهن لأحد أي شيء. И тебе не нужно никому ничего доказывать. أي رياضي يفكر بالألعاب الأولمبية؟ لذا يسألون إيفهين دائما. ألا يريد الانتقال من الكيك بونسينج إلى ملاكمة الهواة حيث هذا ليس ممنوعا اليوم؟ حتى يتمكن من تحقيق مراد كل لاعب قوى في المشاركة في الألعاب الأولمبية والمنافسة على الميداليات. عرفت ما هي بطولة العالم في الكيك بوكسينج والملاكمة التايلاندية. أريد مشاعر جديدة، تحقيق أهداف أخرى. وبما أني صرت من المحترفين صار صعبا عليه ترك المحترفين لأعود للهواة، وأنا أفهم أني لا أريد ذلك ولا يمكنني القيام به، لأن رياضة الاحتراف ورياضة الهواة قد تبدوان قريبتين، لكن في الواقع لكل منهما إعداده المختلف تماما. وحان لي أن أفهم أنني لن أشارك في الأولمبياد. التوجه الذي اختاره يفهين شيفشينكا لتحقيق ذاته في الوقت المنظور هو المنافسة على ألقاب بطولة الكيك بوكسينج، والأهم هنا الرغبة والحافز، خصوصا وأن البطل الأوكراني لا يعترف بالمستحيل.